يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن الكذب لإصلاح ذات البين أنه مباح في هذه الحال، لكن هل يجوز الحلف بالله كاذبا لإصلاح ذات البين؟ لا 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 يجوز الحلف بالله، لكن يصلح بينهم في كلام، ولو كان هذا الكلام فيه كذب لأجل المصلحة، المصلحة فيه أرجح من المفسدة، من مفسدة الكذب. مصلحة الإصلاح أرجح من مفسدة الكذب، ويجوز ارتكاب خفض الضررين لدفع العامل.